يقول: ماتت والدتي ورفعت قبرها بما يقارب متر أو أكثر بقليل، هل في ذلك شيء؟ لا يجوز رفع القبور عن شبر، لا يجوز الرفع أكثر من شبر، ما زاد على الشبر فيجب أن يزال. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، لأن هذا وسيلة إلى الشرك تعظيم القبر. يرفع قدر شبر من أجل أن يعرف أنه قبر فلا يداس، ما زاد عن الشبر فإنه ممنوع. نعم.